تقدم. باشمهندس ماهر أقدم واحد ويعرف أصل كل واحد كويس. ماله أصل يا غادر؟ حازم بيه مصر يمشيني في السكك الغلط. أنت عارف ده معناه إيه؟ معناه إن أنا سمعت الكلام من ناحيتك أنت بس. أنت بنت حسين قريبة. عملت كده ليه؟ تعرف يعني إيه خلفة؟
طلقني يا حازم. ممكن تقولي هتستفيد ايه لما تراقب علا؟ بحبها يا غدا. كل المطلوب من سعادتك انك تاخدي العقود وتوقعي عليها انت ويحيى. انت ليه محسسني ان امضة يحيى عادي سهله؟ علشان انت قد المسؤوليه. ممكن يكون في حد فعلا عارف العداوه اللي بيننا وبيستغلها. ممكن طبعا. انا طلب مني امسك القضيه دي ومش عارف احلها ولا اقفلها. واضح انك نسيت نفسك. امسكي الواد اللي عندك ده ما تسيبوش. قول يا مين اللي بقى. كان في راجل محترم كده وكبير وقال لي ان انا اوصل العلبه هنا وقال لي ابعت له رساله على رقم الدهول. راجل عنده 70 سنه ولابس ساعه ده. احنا بندور على مين يا يحيى؟ مين الراجل ده وكان عاوز منك ايه؟ قال لي ندور في الدار على حاجه مكتوب عليها ظل الرئيس. ده انا ظل الرئيس. الحاجات اللي لقيتها ليها علاقه بظل الرئيس؟ ولا حاجه. يعني ايه ولا حاجه؟ الراجل هيعمل كل ده عشان ولا حاجه؟ وانا كنت لسه واصل الدار لما حضراتكم جيتوا. وعملت ايه؟ انا كنت متفق معاه ان ابعت له رساله على الموبايل اقول له فيها كل اللي حصل. ده نفس الراجل. انهي راجل؟ اللي بعت ربيع عشان يسرق الفيلا. تقابلت الراجل ده فين اول مره؟ اول مره قابلته في قهوه ورا مدافن صلاح سالم الساعه 1 بالليل. من ساعتها ما ردش عليا بعد ما بعت له رساله قلت له فيها على اللي حصل معاكم. هو ده نفس الراجل؟ تقريبا هو. يعني ايه تقريبا؟ هو ولا مش هو؟ ركز. هو ما قالكش اسمه ايه؟ لا انا قلت لكم على كل اللي انا اعرفه. اقسم بالله العظيم ما اعرف اي حاجه تانيه. الراجل ده كان لابس ساعه ده في ايده؟ انا خدت بالي ان هو كان لابس ساعه ده في ايده. حتى استغربت هو ازاي مش خايف على نفسه في منطقه مقطوعه زي دي. انا مبقتش فاهمه يا يحيى، مين الراجل ده وايه علاقته بباب؟ مش عارف، بس اللي عرفته ده هيخليني اغير تفكيري في حاجات كتير. مع الباشا كل التحريات حواليه ضرب نار على يحيى بتودي لطريق مسدود. حتى سيادتك الجثث اللي لقيناها في الميكروباص عملنا استجواب لكل اللي في الموقف والنتيجه سيادتك ولا حاجه يا فندم. كده مفيش قدامنا غير طارق الجمل. يمكن لو راقبناه نوصل لحاجه يا جمال. تعالى بيتك يا باشا. حبيبي يا جيمي. سبحان الله، ده يحيى. يحيى. لا خالص، مش هينفع نتقابل النهارده. موضوع ضروري. طب ما تجيلي مكتبي. هو ايه اللي مش هينفع؟ موضوع خطير. طيب. قولي بس نتقابل فين وانا اجيلك على طول. حازم امتى؟ انت مش هتيجي معايا. ليه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا في مركب واحده وان احنا سلمى انت مش هتيجي معايا وانا بقابل حازم. انا اللي هروح اقابله لوحدي. انا كل اللي محتاجه منك انك تطلعي دلوقتي على الدار تفتشي عن اي حاجه ليها علاقه بظل الرئيس، وانا هخلص مع حازم وارجع لك. احنا محتاجين نتحرك باقصى سرعه. انا ما بقتش فاهمه حاجه يا يحيى. اللي يخلي بابا يروح يقابل الراجل اللي كان عايز يموتك ده معناه ايه؟ إن بابا متورط في سلمى. بلاش نفكر في أي استنتاجات سريعة دلوقتي. الراجل ده بعت حد علشان يسرق الفيلا، كمان بعت حسام علشان يفتش الدار، بس ده مش معناه إن هو اللي يكون ورا محاولة قتلي. أنا محتاج أفكر بهدوء علشان أرتب اللي بيحصل ده بشكل منطقي. أنا مش شايفة أي منطق في اللي بيحصل ده يا يحيى. كل حاجة أصلا ملخبطة ومش مفهومة. يعني إحنا كنا فاكرين إن بابا مات عشان كان مخبي حاجة ليها علاقة بالناس اللي زرعوا القنبلة، صح؟ ودلوقتي بنكتشف إن بابا كان مخبي حاجة تانية ليها علاقة بالناس اللي عايزين يقتلوك، والحاجة دي اسمها ظل الرئيس اللي هو أنت. مش بالظبط. ظل الرئيس دي كانت بتتقال لنا في تدريباتنا إن إحنا لازم نبقى زي ظل الرئيس وإحنا بنحرسه. نبقى جنبه وما ننفصلش عنه. بس في نفس الوقت ما نبقاش ظاهرين للناس اللي حواليه. زي الدل كده. عمره ما بينفصل عنك. لكن مش بيشغل عين اللي حواليك.
انت لما بتشوفي الرئيس لما بيكون واقف في اي تجمع بيبقى واضح احنا بنبقى معاه في نفس الصوره بس مش ظاهرين، لكن بنبقى زي الدل موجودين في نفس المكان لكن مش ظاهرين. ايوه يعني زل الرئيس ده ممكن يكون مش انت اصلا. بالظبط، بس مش ممكن يكون كل اللي بيحصل ده صدفه، وفي نفس الوقت استاذ طاهر يكون بيحضر لحاجه اسمها دل الرئيس. اكيد في رابط. انا خايفه يا يحيى، خايفه من اللي ممكن نوصل له. اصل مستحيل بابا يكون له علاقه باللي حصل لك ده. انا كمان مش مصدق فعلا، اصل مش معقول الراجل اللي كان بيكلمني علشان يديني فيديو ممكن يساعدني يكون هو نفسه اللي بيفكر يزين. بالظبط بالظبط، ما هو مستحيل يكون متورط في الموضوع ده كله، مستحيل. شفت انت حتى قلتها. بص احنا لما نوصل للفيديو اللي فيه الراجل هنعرف. بس هنوصل له. هنوصل. طب ايه ده؟ ايه ده يا سلمى؟ اتفضل يا دكتور. عايزاك تلمولي كل بروفات الروايات ومشاريع الكتب اللي بابا كان شغال عليهم. ايوه بس دي حاجات كتير قوي، عايزاها كلها؟ كل حاجه. واتكلم لي مصمم الاغلفه، خليه يجي يقابلني دلوقتي هو كمان. في حاجه يا بنتي؟ بتدوري على حاجه؟ مفيش حاجه يا استاذ عبد العليم، عايز اعرف المشاريع اللي احنا كنا داخلين نعملها عشان عايز افهم سياسه الدار في النشر. فيها حاجه دي؟ لا ابدا ما فيهاش اي حاجه، بس دي حاجات كتير قوي، اديني فرصه لحد بكره اجهزها لك. لا مفيش بكرة، تجيب لي كل حاجة دلوقتي وبسرعة، اتفضل. حاضر. يعني بدور على اي حاجه عليها ظل الرئيس؟ مش عارف. اللي حصل لك ده نتيجه شغلنا مع الرئيس. طب وطاهر ده ازاي؟ الراجل عايز يساعدك وفي نفس الوقت عايز يأذيك. كلها اسئله ملهاش اجابه. انا اللي هيجنني اني ما عملتش حاجه ايامها تخلي اي حد يكون عاوز يتخلص مني. احنا كنا بنحرس الرئيس وبس، احنا حتى ما عرفناش اي اسرار تستاهل عليها ان رقبتنا تطير بسبب رقبتك انت. انا لحد دلوقتي زي ما انت شايف ولا حادثه عربيه. ده لغايه دلوقتي بس. طب فين بقيه الخمسه التانيين؟ انا وانت وعلى تواصل من ايام الكليه لان احنا اصحاب، الباقي ما نعرفش عنهم اي حاجه. اخر حاجه اعرفها ان احمد عبد العليم بقى ملحق عسكري في المانيا، سمير عبد المسيح اتنقل معانا امن الدوله، الثلاثه التانيين ما اعرفش عنهم اي حاجه يا يحيى. انا هتجنن. مفيش حاجه حصلت ايام الحراسات. هي حادثه اديس ابابا بس. بعدها كلنا اتنقلنا، ما بقاش لينا اي علاقه بالرئيس. حتى حادثه اديس ابابا قدمنا تقرير بيها، ولجنه التحقيق مالهاش علاقه بينا. حازم. احنا محتاجين نوصل لملف العملية دي او اي حد من فريق التحقيق فيها. انا حاسس ان اول خيط موجود في ملف العملية دي. انا هعمل اللي اقدر عليه، بس الواد اللي جاب لك المعلومات دي فين دلوقتي؟ انا وعدته ان انا مش هقدر اعمل اي حاجة ممكن تأذيه. وبعدين هو انت لو وصلت له مش هتلاقي عنده اي معلومات جديدة، خليه في اللي هو فيه. الواد ده لو ما وصلتلوش مش هعرف احط اي حاجة في التحقيقات تخص ظل الرئيس، مش هعرف اعمل العملية دي كلها بشكل رسمي. يبقى احسن بلاش تشتغل فيها بشكل رسمي لحد ما نفهم فيه ايه. طب الواد دوت ما جابلكش اي معلومات عن الناس اللي بعتينه؟ لا يحيى، الوقت اللي احنا فيه ده محتاج ثقه ما بيننا. ها ثقه؟ متهيألي انا اللي اتصلت بيك وقلت لك على المعلومات الجديده. ماشي يحيى، انا لو عرفت اي حاجه بكلمك. حازم خلي بالك من نفسك.
تقلقش. الو، ايوه يا ساره، ها عملت ايه في الرقم اللي بتقولي؟ اتفتح 3 مرات ما عملش ولا مكالمه. طب الاماكن فين يا ساره؟ كارفور المعادي. تمام، نزلت الدائري بتاعت الاوتوستراد، ها مدافن صلاح سالم. ماشي يا ساره، انا متشكر قوي، مع السلامه. يا صالح، عاوزك تجيلي دلوقتي حالا، بسرعة يا صالح. عايزك تجيب لي معلومات عن أسامي الضباط دول، عايز اتصل بيهم في أسرع وقت، أي معلومات مهمة أو مش مهمة. ماشي، يلا مع السلامة. نعم، انت عايز ايه بالظبط؟ انا هكلمك بشكل واضح اكتر، انا حياتي في خطر. حازم ما تبقاش مجنون، انا مستحيل اخليك تمسك قضيه يحيى وانا حاسس انك في خطر ولو بنسبه 1%. امال ايه موضوع ظل الرئيس ده؟ معرفش، انا اول مره اسمعه منك. انت تعرف مين اللي عايز يقتل يحيى؟ لا طبعا معرفش، وانا لو اعرف اخليك تحقق في القضيه. بالعكس، انا هقول لك بوظ القضيه وانت مش هترفض. مين الراجل طلب منك امسك القضيه دي؟ مين؟ ولو عايزك تعرف هيخليك تعرف، وكفايه اسئله. حازم، انا مش عبيط عشان اعرض جوز بنتي الوحيده لاي نوع من الخطر. سياده الوزير، في تطورات جديده هتخليني افتح القضيه دي واحقق فيها بشكل مختلف، وهفتح ملفات قديمه، ويا عالم بقى توديني لحد فين، وهتجيب اسامي عامله ازاي. لو تعرف اي حاجه قولها دلوقتي. أعتقد اللي عندي أنا قلته لك، ما عنديش حاجة تانية. ماشي ماشي يا حماية. حازم، عملت إيه مع الراجل اللي قلت لك دول عليه؟ مفيش جديد. أي فندم، أنا آسف لإزعاج عليك، بس في تطورات كبيرة في القضية لازم سيادتك تعرفها. قول إن أنا غصب عني. أستاذ حازم كان مفهمني إن أنا لمصلحتك أحط لك الدواء ده الصبح في الشاي. أنا في الأول كنت مفكرة فيتامين، لحد ما بتاع الأجزخانة قال لي إن لا مؤاخذة يعني وسيلة. ولما سألت أستاذ حازم قال لي إنه بيعمل كده عشان خاطر أنت لو حبنتي هتموتي. أقسم بالله وغلاوة سيدنا الحسين أنا ما عملت كده إلا لأجل مصلحتك أنت. مصلحتي؟ مصلحتي تخليكي تتجسسي عليا وتنقلي له أخباري بالتليفون أول بأول؟ وسيدنا الحسين أنت فاهمة غلط، ده هو اللي عمل كده علشان خاطر يطمن عليكي. وعهد الله أنا عملت كده علشان خاطر بحبك. وعهد الله أنا بحبك، وأستاذ حازم قال لي أعمل كده علشان مصلحتك. ما اقدرش اكسر له كلمه، ده هو اللي جابني من الشارع، ولولا كان زماني مرميه للي يسوى واللي ما يسواش. خلاص يا شفيق، انت اصلك ما تعرفيش يعني ايه عشت الشوارع. قلتلك خلاص. يعني سامحتيني؟ ما قلتلك خلاص بقى يا شفيق. ربنا يعلم انا بحبك قد ايه. طب وعهد الله اني معتبركم. وسعي كده يا شحطه، انت اتجننتي ولا ايه؟ امك ايه بس؟ مجنونه. ايوه كده، اضحكي وخلي ضحكتك تنور البيت تاني. انا عارفه يا شفيقه ان انت عملتي كده غصب عنك. وعشان تبقي عارفه، استاذ حازم كان بيكلمني اليومين اللي فاتوا علشان خاطر يطمن عليكي، عشان ما تقوليش ان انا بتجسس عليكي. والله يا استاذ حازم ده طيب وبيحبك، وما هتلاقي حد يحبك كده. والنبي لا تسامحيه هو كمان. النبي النبي. هشوف يا شفيقه، هشوف. السلام عليكم. ازيك يا صالح؟ خير يا حبي. ابعت لك صوت الراجل ده على الموبايل، عايزك تدور لي عليه. انت تؤمر، بس مكانه فين؟ هي دي المشكله، انا ما اعرفش مكان الراجل ده، بس اعرف الاماكن اللي بيتحرك فيها. الراجل ده ظهر عند كارفور المعادي وعند نزله الدائري، هنا وهنا.
وكمان في مدافن صلاح سالم. واخد بالك الاماكن دي بتودي على فين؟ الاماكن دي كلها بتودي على المقطم. الله ينور عليك. الراجل ده غالبا ساكن في المقطم، لما بيحب يقابل حد او يتكلم على الموبايل بيخرج بره المقطم علشان ما يكشفش مكانه. عايزك تدور على الراجل ده في المقطم وفي الاماكن دي كمان. ايوه سعادتك، بس المساحه دي كبيره قوي والليله دي هتطول. خد معاك سواقين الشركه، متهيألي يعرفوا مش كده؟ طبعا، ده كان فيهم اتنين شغالين مخبرين وربنا تاب عليهم. انا بكره الصبح بعد الشغل هاخدهم ونطلع على المقطم. لا لا انسوا الشغل خالص، اعتبروا نفسكم واخدين اجازه، بس مرتباتكم زي ما هي وهتتضاعف كمان. اهم حاجه توصلوا للراجل ده، بس من غير شوشره. عيب عليك يا سعاده الباشا. خلاص اتكلوا على الله، بلغ السواقين وابداوا من دلوقتي، وانا كمان هبلغهم في الشركه. ربنا يكرم والليله دي تعدي على خير. صالح، مش عايز اي حد يعرف انتوا بتعملوا ايه ولا بتدوروا على مين، فاهم؟ يا باشا عيب، ده احنا تلاميذك. بقول لك ايه؟ فاضي معاك باللاب؟ اه بس كفايه عليك كده. اخلص هات. شهاب، شهاب انت مقفر يا شهاب؟ بابي، بابي. ايه في ايه؟ مفيش حاجه يا بابا، طنط نهد بس تحت وكانت عايزاك تنزل لها. نهد؟ طب انا نزل لها دلوقتي يا حبيبتي. ماشي. أنا عارفة إني مقصرة معاكوا الفترة اللي فاتت، بس اعذرني، أنت عارف الشغل عامل إيه؟ عارف طبعًا يا نهد. معلش أنا رامي عليك الحمل كله، بس صدقيني مش بإيدي. ولا يهمك، مفيش جديد؟ والله الجديد يقلق يا نهد. إزاي؟ مش هعرف أقول لك على حاجة دلوقتي، لما أتأكد بس من السكة اللي إحنا ماشيين فيها أقول لك. يحيى، ما تسيب الموضوع ده للبوليس. ارجع انت لحياتك وشغلك، والله اللي انت بتعمله ده يعمله بوليس واحسن كمان. قلت له كده وجده قال له كده وهو برضه مصر على اللي بيعمله. انتوا مش عارفين حاجه. بس كنا بنشوف ده قعد فتره كل يوم بيرجع متعور. خلاص بقى ايتن. خلاص ايه يا يحيى؟ لو انت مش واخد بالك انك ظهرنا الوحيد اللي في الدنيا تبقى غلطان. ايتن، انا، غاده، حتى عمك. لو مش خايف على نفسك يا اخي، خاف على نفسك علشاننا. ما تقلقيش يا نهى، سيبيها على ربنا. محدش بيموت ناقص عمر. المهم اخبار الشركه ايه؟ تمام، بحضر العطا بتاع مروج بكره الصبح هوديه. عايزاك معايا في الشركه عشان تمضي الاوراق. عايزاني معاكي دلوقتي؟ يا ريت. عايز تيجي معايا دلوقتي يلا، بس معرفش اذا كان ماهر جاهز الاوراق ولا لسه. انت هتقولي لي على ماهر؟ عارفه طول عمره نمكي. خلاص يا نهد، لما تجهزوا الورق على الامضاء قولي لي وانا اجي. اوكي. بقول لك ايه، أنا خدت سوين الشركة كلهم في شغل بره كده كام يوم. شغل إيه؟ شغل وخلاص يا نهد، المهم مرتباتهم هتفضل ماشية زي ما هي. هيغيبوا كتير؟ لسه مش عارف. المهم بس ترجعهم كويسين. خليكي في حالك يا بنت انتي. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. ازيك يا غادة؟ تعرفيش أخبار عن شهاب؟ آه إيه؟ هو غايب عن البيت ولا إيه؟ يعني اتخانقنا مع بعض وساب البيت ومشي. بقول لك يا نهد، ما تخفي عن شهاب شويه. اخف عنه ايه بالظبط؟ اظن انت فاهمه انا قصدي ايه.
شهاب ما بقاش صغير وسيبيه يعمل اللي هو عايزه. طب ما هو بيعمل اللي هو عاوزه. هو لو بيعمل اللي انا عايزاه كان يبقى ده حاله. اظن انت عارفه كويس هو حاله بقى كده ليه. ليه؟ بقولك ايه يا غيبه، لو عايزه حاجه تقوليها لي قوليها لي كده على طول، ما تخافيش. اخاف؟ وانت فاكره ان انا ممكن اخاف منك انت؟ وبعدين بقى يا جماعه انا مش ناقص. في يا غاده ماشيه تعملي مشاكل مع طوب الارض ليه؟ شويه مع ايتن وشويه مع ناهد، ايه اللي جرالك؟ انا هطلع على الشركه واجهز الاوراق واكلمك. ها ماشي يا ناهد، اتفضلي. باي يا حبيبي. باي. هو انت ليه دايما بتحاولي تستفزي طنط ناهد؟ على فكره دي حاجه بتضايقني لاني بعتبرها زي تيتا. هو ايه الحركه دي؟ مش فاهمه. ايتن مش وقته الكلام ده. غادة انسي بقى. انسى؟ انسى ايه يا يحيى؟ انسى اما كلمات ابا حصرتها؟ مش ذنب ناهد ان بابا حبها واتجوزها من ورانا؟ اه ما هو ده منطق الرجاله، كل واحد يريل على واحده شويه، والبنت وامها مش مشكله ما يزعلوش. ما هو الستات اتعملوا عشان الرجاله يريلوا عليهم. انا لا فاضي ولا فايق ادخل معاكي في مناقشه زي دي. ولا عمرك هتفوق يا يحيى، ما انت راجل زيهم، هتفرق ايه عن الرجاله يعني؟ هي ازاي مدام ناهد علاقتها كده حلوه بالبشمهندس يحيى؟ هي مش مرات ابوه؟ الواحد كان مفكر ان بينهم مصانع الحداد. شايف الشركه الكبيره اللي احنا فيها دي والمشاريع الضخمه اللي احنا بننفذها دي؟ تخيل بقى الشركة دي كانت هتقفل في يوم من الأيام لغاية ما ظهر الباشمهندس يحيى. مجدي عم يحيى ونور أبوه هما اللي كانوا بيدوروا الشركة دي وكانوا بيعملوا كل حاجة، وفعلا الشركة بقى ليها اسم في السوق. بس المشكلة بقى إن نور أبو يحيى هو اللي كان بيشتغل بس، مجدي ما كانش مركز قوي، والموضوع ده كان عامل مشكلة إدارية كبيرة. بس إحنا بقى كنا خلاص اتعودنا على الحكايه دي لدرجه ان هي قلبت معانا بعد كده بضحك. شر البليه ما يضحك. لغايه ما جت في مره وقلبت بنكد بسبب ناهد. ده ليه كده؟ اكتشفنا ان نور ابو يحيى متجوز ناهد في السر بقالهم 5 سنين، مخلفين شهاب ومغفلين الشركه كلها. لما الشركة عرفت الدنيا اتقلبت في بعضها، وده قاعد يخبط في ده وده يخبط في ده، وقال لك خلاص الشركة دي كبرها أسبوع وتقفل. لغاية ما ظهر يحيى كان خلاص بقى ساب الداخلية وعمل نظام ميري، قال لك ماليش دعوة لا أخويا ولا أمي ولا أبويا، الكفاءة يشتغل. وناهد كان الكفاءة. الشركة قامت تاني على رجليها بعد ما سابنا مجدي وغادة. بس ده ما يفسرش ان العلاقة بينهم كانت حلوة بره الشغل. الزمن يا ابني، الزمن بينسي حاجات كتير. وبعدين ناهد. الو؟ اجتماع دلوقتي؟ ما قالتش ليه؟ اوكي. جبنا سيرة القط جه ينط. مدام ناهد عاملة اجتماع دلوقتي وعاوزانا. اجتماع دلوقتي؟ لا ليه؟ هنعرف. ما تتعبش نفسك اكتر من كده. انا دورت في المكتب ورقه ورقه، ما لقيتش اي حاجه ليها علاقه بيك ولا بظل الرئيس خالص. مش عارفه اعمل ايه. انا حتى كلمت مصمم الاغلفه وسالته لو كان بابا اداله اي كتاب له علاقه بالاسم ده. مفيش برضه. امال الراجل ده كان باعت حسام يدور على ايه؟ معرفش، جايز كان بيامن نفسه، يعني بيشوف لو في اي حاجه في الدار. ممكن. أنا عندي فكرة ممكن نوصل بيها للراجل ده. أنا بدأت فعلا أدور عليه. نشرت سواقين الشركة في كل الأماكن اللي ظهر فيها. ماشي، أنا فكرت في سكة تانية. حد ممكن يجيب لنا معلومات، بس عايز أقول لك على اسمه الأول. مين؟ وسام الصحفي. يا يحيى، إحنا ما عندناش أي حاجة عن الراجل ده غير صورته. يمكن لو اديناها لوسام يقدر يعمل سيرتش ويجيب لنا معلومات. فاكر انت استغربت ازاي على المعلومات اللي هو جابها عنك؟ دي كانت ضربة حظ لما قابل الصحفي اللي انا حققت معاه. الحظ ما بيجيش غير للناس اللي تستحق. يا يحيى، احنا محتاجين حد من جوه الصحافة يقدر يدور في ارشيف الجرايد والمجلات عنه.
يعني هو مفيش غير الصحفي ده؟ هو الصحفي اللي مهتم بالقضية بتاعتنا. وبعدين أنا عارفة أنت مش مستريح له ليه؟ عشان ما خافش منك لما هجمت عليه. مين ده؟ ده كان مرعوب، ميت في جلده. ماشي، كان مرعوب. خليني أكلمه. أكلمه. مش هنخسر حاجة. احنا محتاجين نمشي في كل الاتجاهات لما نشوف هنوصل ليه. مدام ناهد، الموظفين كلهم في انتظار ساعتي. اوكي، قولوا لهم ان انا جاي. شهاب، لينا بتكلميني ليه من تليفون شهاب؟ تعبان؟ طب هقول لك، اطلبي له الدكتور. انا في الشغل دلوقتي ما اقدرش اجي. هتخليكي جنبه وتقولي لي الدكتور قال ايه، وانا اول ما اخلص شغل هاجي لك على طول. اوكي، باي. هو شهاب ماله؟ عنده برد، تعبان شويه. انت بتحبي اني الغي الاجتماع؟ ليه؟ عشان هو لو محتاجك جنبه الموظفين مش هيطيروا يعني. وانتي بقى هتخافي على ابني اكتر مني؟ اتفضلي روحي قولي لهم ان انا جايه لهم حالا. حاضر. انا الغي الاجتماع. صباح الخير. أسفة على التأخير. أنا عايزة أقول لكم إن أنا بجتمع بيكم النهاردة علشان أقول إن النهاردة إحنا بنعدي في الشركة بأهم وأكبر مشروع نقدر نقول إنه نقلة في تاريخ شركتنا. مطلوب منكم كل التركيز، كل اللي تقدروا تقدموه. عارفة إن الباشمهندس يحيى كان المفروض يكون بيشرف على المشروع معانا، لكن احنا عارفين الظروف الصعبة اللي هو بيعدي بيها. الفترة الجاية هتكون صعبة على الباشمهندس ماهر، لكن انا عارفة برضو ان هو قدها وقدود. شال الشركة كتير في ظروف كانت اصعب من كده بكتير. لو حد عنده اي تساؤل يرجع للباشمهندس ماهر او انا. وجود لك. الاجتماع خلص. مش فاهم ايه لازمه الاجتماع ده. مدام ناهد متلخبطه بقالها فتره وشكلها كده مش مستريحه للقرار ان احنا الاثنين مع بعض ندير الشركه. عملت الاجتماع ده عشان تقول لكم يعني ان هي لسه مسؤوله عن كل حاجه، وان اختيارها ليا كان مجرد تكريم مش محتاجاني بشكل فعلي يعني. هو احنا لسه كتير؟ اصل شهاب تعبان وكنت عايزه اروح له. ايه اللي حصل له؟ لينا كلمتني وبتقولي ان هو صحابه جابوه الصبح سخن جدا ودرجه حرارته عاليه ومغمى عليه. طب ما كنا اجلنا كل ده ورحتي اطمنتي عليه. للاسف ما ينفعش، اخر ميعاد لتقديم العطاءات بكره، وانا فضلت ماجل لاخر لحظه عشان ما حدش يفتح الظرف زي ما حصل مع الشركات التانيه. معلش يا ناهد، أول ما نخلص امشي انتي على طول. ما أنا لازم هخلص وامشي على طول. ما حدش حاسس بالضغوط اللي عليا. أنا بحاول أقوم بدوري هنا وفي البيت على أكمل وجه. اهدي يا نهد. نهد انتي بتعيطي؟ أنا من يوم وفاة والدك وأنا بحاول أقوم بدور الأم والأب في نفس الوقت. لكن مش عاجب حد.
غادة هتضايقك للدرجة دي؟ طيب بعد إذنك هجيب لها حاجة تشربها تهديها. ما تزعليش من غادة يا نهد. ما أنت عارفاها لسانها طول عمره طويل وبترمي كلام زي الدبش، وهي أكيد ما كانتش تقصد تجرحك. غادة طول عمرها بتكرهني. طول عمرها بتعاملني على إني مرات أبوها. يا نهد اهدي. أنا أول مرة أشوفك في الحالة دي. معلش أنا بس كنت تحت ضغوط كتير الفترة اللي فاتت، بس أنا دلوقتي بقيت أحسن. يلا يلا امضي بقى وخلص علشان تروح وروح أنا كمان. عشان اتاكد كلمت واحد ظابط من مسكين اتحاد في قضيه اديس ابابا، هيجي لنا النهارده المكتب. بجد؟ طب كويس قوي، انا جاي لك حالا. انا في السكه. مع السلامه. خلاص كده؟ لسه دي. يلا بينا. لا امشي انت، انا لسه هلم اوراقي وماهر. انزل انت، مش عايزه اعطلك. نهد ما تزعليش من غادة، وانت خلي بالك من نفسك. سيبي على الله. قلتلك حاجة فريش بقى، ايه تروق دمك خالص. شكرا يا ماهر. سكرك ايه؟ من غير سكر. اتفضل. من ساعة ما جبت مكنة القهوة دي وانا بقيت عارف اسرار الضباط اللي في الدور كله. وانت تلاقيه جايب عشان كده؟ وانت شايفني اسود للدرجه دي؟ ده هما اللي بيجوا يشربوا القهوه، محسسيني يعني هما جايين عشان، وهم جايين عشان القهوه، يشربوها من هنا ويبيعوها بكل اللي يعرفوه، فاكرين الصدر الحنين. يا وهي المكنه دي سرها بات على الدرجه دي؟ قهوتها حلوه. ما انت عم يحيى برضه ما جربتش القهوه عندنا في البوفيه، منقوع شرابات سودا بعيد عنك. الراجل ده اتاخر ليه كده؟ ما اتاخر براحته. هو احنا نطول واحد زي ده يجينا لحد عندنا؟ بس على الله نطلع منه بحاجه مفيده. ايوه يا طارق. خلاص يحيى مضى العقد. لا مش هقدر اعدي عليك، شهاب تعبان ولازم اطلع على البيت. لا هديك العقد من على الباب وتمشي على طول. يلا سي يو باي. اشرف الف الف سلام على شهاب. الله يسلمك. انت بتعمل ايه هنا؟ لينا؟ لينا؟ اهلا يا غادة. الحمد لله على السلامة. مساء الخير. انا مصطفى بيه. ازيك يا حازم؟ نورت المكتب يا فندم. ازيك يا احمد؟ اهلا يا فندم. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اتفضل يا فندم اتفضل. بقالي الله يحيى، شد حيلك. الشد على الله يا فندم. معلش تعبينك معانا. لا تعب ولا حاجه، انا كنت جاي بالصدفه. ده من حسن حظنا يا فندم.
طبعا سيادتك عارف اللي حصل ليحيى. من ساعه ما كلمتني وصلني جميع ملفات القضايا اللي انت ماسكها، خصوصا قضيه يحيى. ده طبيعي بالنسبه لسعادتك، يعني يا فندم انت كده عارف كل حاجه. باختصار كده يا فندم، التحقيقات خلتنا نشك ان اللي بيحصل لي ده كان له علاقه بفتره شغل ايام الحراسات مع الرئيس. وطبعا حضرتك عارف ان الحادثه الوحيده اللي حصلت ايامها اللي ممكن يكون فيها حد بيحاول ينتقم مني هي حادثه اديس ابابا، واللي حضرتك كنت واحد من فريق التحقيق فيها. شوف يا يحيى، انا هكلمك بكل اختصار. كل المتهمين بمحاوله الاغتيال تم اعدامهم ما عدا ثلاثه، اتقبض عليهم في اثيوبيا واتحكم عليهم هناك بالاعدام، لكن الحكم ما اتنفذش ومسجونين هناك لغايه دلوقتي. مش حاضر اقول لك ليه. ده بقى بالنسبه للي نفذوا العمليه، اما اللي خططوا دول قيادات في الجماعه الاسلاميه، معظمهم في السجن، وفي منهم اللي خرج بس قاعد في البيت، كافي خير وشر. وما اعتقدش يعني ان انت لك اي احتكاك بيهم بشكل مباشر. فعلا انا حتى لما اتنقلت امن الدوله ما اشتغلتش خالص على ملفات الجامعات الاسلاميه. ممكن تكون احتكيت باي حد فيهم من خلال شغلك، اي بيزنس عملته معاهم مثلا. يحيى، في حد من الناس اللي حواليك له علاقه بالجماعه الاسلاميه من زمان؟ مين يا فندم؟ طاهر توفيق، جارك، صاحب دار النشر اللي اتقتل.